مساكم الله بالخير. حلقات دكتور عبد الله النفيسي فيها الكثير من الامور اللي راح اطلع بين فتره وفتره اتكلم فيها ان شاء الله، لكن اليوم تذكرت قصه صارت مع الدكتور عبد الله النفيسي اثناء تصويرنا لحلقات برنامج الصندوق الاسود. لكن اليوم يانا الدكتور، ما حسيته بالمود، يعني حسيته مكسر، ما له خلق زايد. عموما بلشنا التصوير، احنا عاده لما نصور تقريبا كل نص ساعه نص ساعه نص ساعه نوقف، يعني ناخذ بريك ونكمل، وعاده فتره التصوير تاخذ لها تقريبا يعني ساعتين او ثلاث ساعات. المهم بعد مرور النص ساعه الاولى حسيت الدكتور مو بالمود، مو قاعد يعطيني نفس التدفق اللي هو عاده يكون منطلق فيه، و بنفس الأريحية اللي هو يطلع فيه كان يطلع فيها في الحلقات اللي قبل. فبعد البارت الثاني قلت له دكتور انت مو بالمود، اكو شيء. كان يقول لي تبي الصراحة عمار انا يوعان. قال انا يوعان وضحك طبعا. قلت له زين ليش ما قلت انه يوعان، احنا نأجل التصوير التعشى وبعدين. كان يقول لي لا انا قلت يعني نخلص وبعدين بسرعة. طيب بس احنا للحين عندنا اوردر تصوير وما خلصنا، ما وصلنا حتى للنص، فما ينفع نكنسل الحين. قال انا بس مو قادر مو قادر مو قادر بعد خلاص. بعد الدكتور قال ما اقدر، وكان يقول لي انا لما قلت له خلنا نكمل اعطاني هذه لا 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 لا، ومن يقول لك هذه فاعرف ان السكه سد يعني مع الدكتور الحين. فمضطرنا خلاص يعني تمشي معاه الحين هني وتنفذ له اللي هو يبي. المهم قلت له الحين تقريبا الساعه 11 بالليل، 11 11 11 ما ياكل لحم، ما ياكل دياي، يعشق السي فود. الحين وين نحصل مطعم مفتوح بالليل بعد ال 11 11 ونص 12، يعني وقت متاخر يعتبر يعني، ومطعم زين ومطعم نظيف وناكل. المهم شلون اقول حق المخرج احمد القطان مخرجنا، دبر حالك، الدكتور الحين قال يبي يتعشى ويبي ياكل سمك، شلون دبر حالك. المهم ما قصر، سوى اتصالاته لين لقى مطعم معروف ما راح اقول اسمه، طلع سوى دعاية وطلعوا يفتحون لوقت متاخر. وفعلا قلنا حق الدكتور ترى المطعم الفلاني هذا فاتح، اذا تحب نقدر نطلب دليفري يوصلون لنا الديوانيه مكان التصوير ناكل، او اذا تبي اذا ما عندك مانع تحب نروح. نقول لا نروح، شي نطرنا نروح. قلنا لا نروح نروح يلا زين. اوردر تصوير شو نقول؟ انسى انسى تصوير الحين، انسى انسى، فركش 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 بعد ان لله وان اليه راجعون. يعني المهم يتعشى، ففعلا خليته معي بالسياره، الشباب كلهم ركبوا بالسياره الثانيه، لانه هو قال بنروح، لازم كلنا نروح، ماكو احد يعتذر ولا يقول انا ما، كلنا نجي مع بعض. فبربطه المعلم رحنا سيارتين لين المطعم، وصلنا انا وياه طبعا مقترين، فقلنا حتى لا بعد احد واساسا الوقت متاخر ويصير كلام واسئله، وهذا افضل طريقه انا وياه نتلثم بالقطره وندخل المطعم خشيشي. فعلا تلثمنا احنا الاثنين، يعني شكلنا كان ملفت حتى لو احنا متلثمين، شكلنا كان تلثمنا احنا الاثنين. دشينا داخل المطعم مع الشباب، قعدنا، كان يقول انا بطلب، قلنا لا بتطلب بطلب. كان يقول ليلة بتعشون سيباز، يعشق السمك. قلت له دكتور الساعة 12 نص الليل الحين، من ياكل نص ساعة 12 منتصف الليل من ياكل سمك سيباز؟ كان يقول لا الحين ناكل سمك، بناكل سمك وبتاكلون سمك. قلنا لا ناكل سمك. والله كان يطلب ديك السميكات الطيبة سيباز 12 بالليل، اول مره اتعشى 12 بالليل سمك ولبن، يعني كانت الليله غير طبيعيه يعني امانه، بس كانت جدا ممتعه.
طبعا قضينا على العشاء كله بالكامل، وطولنا يمكن ليلة واحدة تقريبا، واحدة. وتكلمنا في وايد أمور، وايد قضايا بعيدة عن البرنامج وجو البرنامج، يعني تكلمنا أكثر يمكن في الشأن السياسي وبعض المواضيع. بس كانت جلسة جدا ممتعة، كانت جلسة جدا يعني. والجميل فيها إن كسرنا روتيننا، نحن كنا كل يوم نصور كل يوم نفس الروتين تقريبا معاه. المرة كانت يعني كانت مختلفة تماما، طلعنا كسرنا روتين، متعشينا مع بعض، كانت يعني كانت الجلسة جدا جدا ممتعة جدا. إلى اليوم أكثر من سنة الحين طاف على الموضوع، من تذكر القصة أنا مع الشباب، حتى مع الدكتور لما نشوف من فترة تتذكر ذيك الليلة اللي طلعتنا نص الليل متعشى سمك يعني، فمن تذكرها نضحك. هذه قصة الدكتور عبد الله النفيسي معنا والسيباز. سلامتكم، تحياتي.